كل بداية لها حكاية، وحكايتنا اليوم من الفلبين بشكل جديد. Thank you. سلامات. الله يمسيكم بالخير يا الربع، مساكم سعيد حبايبي، والليلة ليلة خميس وخميسكم فلة حبايبي. تعالوا ويانا نسهر أحلى سهرة وياكم في الفلبين حبايبي. طبعا اليوم سهرتنا راح نفطر وناخذ جولة في فيكتوريا، نشوف الأجواء بالليل شلون الناس تطلع وتروح، وين الأماكن الموجودة للسهر للقعدات والمطاعم والأمور هذه. وطبعا احنا زي ما قلت لكم احنا ماشيين نتمشى، ميلنا على مطعم، وكذلك قلنا خلينا نميل على 7-11 ناخذ لنا ايس كريم نحلي بعد الاكل. واترككم اليوم بجولة داخل 7-11. طبعا 7-11 غنى عن التعريف، احسن وافضل سوبر ماركت موجود في اسيا، 24 ساعة بال 24 ساعة فاتح طول الاسبوع ما يقفل، كل شيء تحصل عنده، حتى المنتجات الحلال راح تحصلونها عنده، حتى والعياذ بالله المشروبات الروحية والأمور هذه كلياتها موجودة عنده. انقطعت من الأكل بالليل ما في شيء، مو خاطر ببالك شيء، تيجي على 7-11 تاخذ اللي تبيه، تلاقي الخبز، تلاقي الجبن، تلاقي كل شيء، الشيبس والأمور هذه، والآيس كريم زي ما انتم شايفين وأسعارها رخيصة جدا، كذلك الكولا والأمور المشروبات الغازية موجودة، وكذلك القهوة وبعض السندويشات موجودة، النقانق خاصة موجودة في 7-11 وبعض العصائر والشوكولاتات. هم كمان إذا كنت نسيت تحلق لحيتك، عندك مشوار باكر الصبح ولا شيء، تقدر تروح 7-11 تشتري من عندهم ماكينة حلاقة وتحلق. وإذا كنتم من عشاق الشوكولاتة، الشوكولاتة أنا أعشقها، محبوبتي الشوكولاتة، موجودة جميع أنواع الشوكولاتات موجودة تحصلونها في 7-11، بس انتبهوا من بعض الشوكولاتة بيكون فيها مضيفين عليها دهن الخنزير، ولازم تقرأ المنتجات الموجودة على كل شغلة تمسكها أو تبي تشتريها عشان تتأكد إنه ما فيها خنزير، عشان إحنا محرم علينا الأكل الخنزير كمسلمين. على العموم نرجع لموضوعنا، كمان الشغلات العناية الشخصية الأمور هذه تحصلونها في 7-11، كذلك اللي يحبون والعياذ بالله المشروبات الروحية موجودة في 7-11 بكثرة، وطبعا بعض العروض اللي بتكون موجودة على بيبسي وكوكاكولا والأمور هذه، وغير العصائر والشغلات الباردة راح تحصلونها بكثرة وأسعارها ممتازة. وانصح الناس يعني زيارة 7-11 راح تحصلون كل شيء، حتى في عندهم وجبات سريعة بس اللهم تشتريها من عندهم، تقول له سخن لي اياها يسخن لك اياها وتاكلها وكل عافية. بس انتوا دير بالكم من المنتجات، لازم تقرونها بكرر عشان في بعض المنتجات فيها دهن خنزير. ونرجع للبلازا، طبعا احنا بعد ما اشترينا الايس كريم ورحنا على البلازا قعدنا نتفرج على فيلم بالسينما، وقلنا خلينا نشتري بعض الاشياء من الستريت فود، مطعم خوش على كيف كيفكم، عرباية هذه موجودة عندنا بالبلازا، والناس اللي فيها ما شاء الله عليهم اكلهم نظيف متخصصين، يعني في اشياء عندهم كثيرة وما شاء الله عليها، تحصلون فيها بطاط مقلي، تحصلون كمان الفيش بول والنقانق وبعض المنتجات. ابي هذا اوكي، شنو هذا؟ هذا مال تشيكن، يعني
لا 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 ما ياكل لا لا ما مكو هذا ما ياكل هذا طبي هذا سوسيج لا انت شنو يبي ياخذ فيشبول فيشبول ما قلت لكم هذا اشهر عرباية موجودة بالبلازا الستريت فود عندهم كثير من المنتجات الحلوة والطيبة وهم العصائر وحتى اذا ما تبي في عندهم اندومي وفي شغلات جاهز وفي عندهم البيض كمان حلو طبعا انا اخذت الفيش بول طبعا قلت لهم يحطوا لي عليه مايونيز لاني ما احب الصوص مالهم حلو هو الصوص بس انا ما احبه وهذا الفيش بول بالمايونيز بس هذه الجولة اخذناكم بجولة اليوم خفيفة ولطيفة عشان بتشوفون يوميتي شلون انا اسوي وين اروح وين اجي وان شاء الله بس تيجون الفلبين تستمتعون بجولاتكم الفلبين حلوة وتستاهل الزيارة لا تنسون انكم تيجون الفلبين حبايبي هاي ثانك يو سلامات